السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا فيديو جديد مع موديل جديد. كنتمنى هذا الموديل حتى هو يعجبكم. كي كتشوفوا خدمنا هكا رشيمة جات بحال هكا هابطين من السدر هكا جوج كاين جوج هنا هادي وهادي، وكاين في الاتجاه الاخر عاوتاني جوج، وفي الكميم حتى هو هي كاين. هذه هي الرشيمة اللي خدمنا لكم، هي نفس الرشمة غير هنا زدنا هاد لاناط في الرشيمات هادو اللي في السدر. وبالنسبة لكم هي مكتفينا بهاد الرشيمة، هي نفسها. وبالنسبة للرشمة هي هذه الرشمة اللي خدمنا بها اليوم، هي هذه نخليها لكم باش ديروا لها كابتشور ديكون كيف العادة. كيف العادة غنخليها لكم شوية. بالنسبة للعبارات فيها من هنا حتى لهنا 20 سنتيم، وفيها من هاد النقطة حتى لهاد النقطة فيها 10 سنتيم. ما كانش عندي الوقت الكافي باش نعاود نصيبها. بالنسبة لكم نتوما ديروا الرشمة سكوتش، لان كيشو هي تقطعات، انا من بعد نعاودها، ما كانش عندي دابا الوقت باش نعاودها. صورتها معكم كيف خدمت بها، غير هي نتوما الا كنتو عوالي مازال تخدموا بها ضروري من سكوتش باش تقصح لكم الورق. هذا ما يخص. بالنسبة لهنا راه كي كتشوفوا خدمنا بجوج الالوان، خدمنا بالدوغي وبالبرونز. كنتمنى انه يكون واضح لكم في التصوير. هادو هما جوج خدمنا بماتسونو. هنا خدمنا درنا غير عقيقة عقيقة هنا في الوسط الوريضة. هدف ما يخص لها، وهادشي اللي عندنا في هذا الموديل. كنتمنى انه يعجبكم، وتخليو لنا الاراء ديالكم في الكومنتات ما تنساوناش. والى اللقاء، الى فيديو جديد مع موديل جديد.